تقدمت بأوراق ترشيحي اليوم ممثلا عن الدائرة الخامسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج للدائرة الخامسة وغيرها من هو نافع للبلاد والعباد. حقيقة تقدمي لهذه الانتخابات لأسباب عديدة، أهم هذه الأسباب هو أننا اليوم نعيش مرحلة استثنائية لم تسبق هذه المرحلة، ولم تكن إلا أن يتقدم كل مواطن حقيقة شريف لأن يشارك في هذه المرحلة الحساسة وأن يقف على مسؤولياته وأن يترجم مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه نائب سمو الأمير نيابة عن سمو الأمير في أن نقف جميعا على مسؤولياتنا سواء كمواطنين أو كحكومة أو كنواب قادمين للمرحلة القادمة. حقيقة يعني أنا في وسط هذه الأجواء التفاؤلية يعني أدعو الجميع حقيقة أن لا يكون هذا التفاؤل مفرط، وأن تكون يعني نكون على حذر من هذه المرحلة اللي حقيقة الكل يعلم أن بعض أدوات الفساد تم يعني عودتها إلى المشهد السياسي من جديد. قد تكون رموز الفساد ابتعدت شيئا فشيء، إلا أن بعض أدوات الفساد ستشارك في هذا المشهد السياسي. لذلك على الجميع أن يكون حذر من هذه المرحلة الحساسة وأن لا يطغى التفاؤل يعني بين يعني أوساط الناس، فالحذر كل الحذر، وهذه حقيقة مسؤولية الناخبين في هذه المرحلة. لا يعتقد الشعب الكويتي أن معارك الفساد تنتهي ولن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل أنهم سيشاركون بكل ما يستطيعون بالأسلحة المشروعة والغير مشروعة وبأدواتهم المأجورة والرخيصة. لذلك على الجميع كمواطنين في جميع دوائر الكويت أن يعوا خطورة هذه المرحلة، وإلا ماذا تسمي شخص لسنوات خارج الكويت يأتي قبل أسبوع ليشارك في الانتخابات ويهاجم الرمز أحمد عبد العزيز السعدون على رؤوس الأشاد؟ هذا أحد الأدوات المأجورة التي سيتم زجها في المرحلة القادمة. لذلك على جميع ناخبي جميع الدوائر أن يكونوا حذرين وأن يؤدبوا رموز الفساد من خلال إقصاء جميع أداة رخيصة ستستخدم في الانتخابات القادمة، وأن يتم إقصائها. أنا أعيد وأكرر، معركة الفساد لم تنتهي بعد، بل هي قائمة، وإن في الغرف المغلقة والمظلمة يقوم جميع رموز الفساد يعني أن يحيكوا لهذا البلد المؤامرات والاستعدادات. بعض بالأمس مرشحة تتكلم وتهمز وتلمز وتتحدث عن الحال المايل، واليوم واحد يتحدث عن العم أحمد عبد العزيز السعدون، الشخصية التوافقية حقيقة التي يتفق عليها جميع أبناء المجتمع الكويتي. هذه الأدوات الرخيصة لن تقف مكتوفي الأيدي، لذلك يجب عليهم كما قال الرمز الفارس فيصل المسلم، أدبوهم بالصناديق، وهو واجب على الجميع. وأيضا هي رسالة أخيرة أوجهها للشيخ أحمد النواف، سمو الشيخ أحمد النواف، لم يحظى رئيس وزراء سابق بهذا الغطاء الشعبي مثل ما حصلت عليه قبل أن تمارس حتى أعمالك، وهذه مسؤولية. لذلك أدعوك، وكنا ناصحين للرؤساء الوزراء السابقين أن يقفوا بيد مع الشعب وأن يضعوا أيديهم بأيدي الشعب. لذلك يجب عليك الشيخ أحمد النواف أن تستفيد من هذه التجربة وأن تقف مع الشعب الكويتي وأن تحقق مطالبه. ما لم يكن لديك غطاء شعبي لن ينفعك لا رئيس مجلس أمة قادم ولا حتى مجلس أمة بأكمله. الغطاء الشعبي ثم الغطاء الشعبي ثم الغطاء الشعبي، أدعوك. لذلك عندما يكون لك غطاء شعبي فأبشر بحماية شعبية من الشعب الكويتي فيما إذا تقدمت بتقديم كل ما ينفع البلاد والعباد. قضية حقوق المواطنين وقضاياهم قضايا مستحقة، يجب عليك أن تقف عليها وأن تترجم كل ما يتمناه الشعب الكويتي وأن تتجاوز كل هذه الملفات في القادم من الأيام،
فالشعب الكويتي يعني متفائل فيك كل خير، والواجب عليك كما الواجب علينا كناخبين قبل أن نكون مرشحين أن نترجم مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه يعني سمو ولي العهد، وأن نعبر بالبلاد في المرحلة القادمة إلى بر الأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.